الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون. تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون. جنتك البيت الصغير يغمره طيب السكون، حين دنا الوعد الكبير تشتاق حنايا العيون. بيتك جنتك. هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان. بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تصلكم حيثما كنتم. في هذه الليلة الحقيقة سنتحدث عن فئة رائعة في المجتمع، مميزة تجلب السعادة لنفسها وكذلك لأهل بيتها وللناس في الخارج. نحن اليوم سنحاول أن ننقلكم إلى عالم آخر مختلف عن الصورة الذهنية التي توجد في أذهاننا عن هذه الفئة. الليلة سنتحدث عن من تتوقعون؟ سنتحدث عن أشخاص أحدهم جالس معنا الآن في هذه المجموعة. نتحدث اليوم عن المتقاعدين. إننا نريد أن نزيل من أذهانكم تلك الفكرة التي تقول المتقاعد يعني متقاعد، لا، نحن نريده أن يقف وأن يوقف الناس معه وأن يكون شامة في الزمان بعد خروجه من تلك الوظيفة. الوظيفة كما يقول عقاد هي رق القرن العشرين، هو خرج من هذه القيود المكبلة، المكبلة بالتوقيع الصباحي، المكبلة بالاستئذان اليومي من رئيس العمل، المكبلة بالانتظار لنهاية الدوام. كل هذه الأغلال سنحرقها اليوم حرقا، لكن المهم بعد أن نزيل هذه الأغلال كيف نبدأ حياة جميلة ورائعة. تحلو هذه الحلقة بضيوفها الكرام الذين يسعدوننا دائما بتلك المقترحات الرائعة والجميلة. كيف وأحد هؤلاء الأشخاص ممن ذاق حلاوة التقاعد، ذاق حلاوته ويريد أن ينقل إليكم هذه الحلاوة؟ فنحن بحمد الله، أقصد أنا تحديدا، لازلت شابا بعيدا عن هذا التقاعد، وسأخدم أيضا في وظيفة التعليمية في الجامعة وأنشر ذلك الخير بإذن الله تعالى. لهذا أيها الإخوة، الشيخ عبد اللطيف بن هاجس هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين يذوقون هذه الحلاوة وينقلوها لكم بإذن الله تعالى. وسيشد من عضده وأزره أخيه، بل أخاه، الشيخ علي باقيس. أرجو أن تسعدوا إن شاء الله تعالى معنا بهذه المقترحات الجميلة والرائعة. مشايخنا الكرام، أنا الحقيقة ودي أبدأ بالشيخ، يعني بس لأنك أنت في عمق الجمال، ها؟ وكما جاء في صحيح البخاري، ولي حارها من تولى قارها. فأنت قد توليت قرارها وروعتها. أنا أدع الحديث لك في البداية عن التقاعد وجمال التقاعد. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك شيخ علي، الله يحفظك. شكرا على هذه الرسائل الإيجابية التي تقول لي ولأمثالي لا تمت قاعدا، صحيح، وإنما مت متحركا، صحيح، أو منسدحا، أو منسدحا نافعا أو ماتعا إن شاء الله. الحقيقة أن التقاعد هو الميلاد الجديد، أجزم بهذا. لا أقول التقاعد هو نهاية عمل، وإنما هو بداية عمل آخر، هو حياة جديدة يبتدي بها الإنسان. ربما يتآكل الإنسان من أطرافه إذا استمر في مجال واحد، وربما الإنسان يجد نفسه في مكان أكثر نفعاً وثمرة من مكان كان فيه. صحيح. وكم من أناس كانت جدواهم ثمرتهم ضعيفة في مجال عملهم مثلي، ولكن عندما يحلقون في سماء آخر يبدعون، وأرجو أن يكون مثلي إن شاء الله.
وأنت كذلك إن شاء الله. شكر الله لكم. وأقول التقاعد يعني ليس نهاية حياة وإنما بداية حياة جديدة. المتقاعد عليه أن يستشعر نعمة عظيمة من الله عز وجل أن الله مد في عمره إلى هذا السن أو إلى تلك الغاية أو إلى ذلك الهدف. كم من أصحابه، من أقرانه، من زملائه، ممن كانوا معه في العمل تخطفتهم يد المنايا وانتقلوا إلى الله عز وجل. أما هو فقد مد الله له في عمره وأنسى له في أجله، فكان ينعم بهذه النعمة التي ينبغي أن تكون نعمة لا أن تكون نقمة. يحضرني في هذا حديث عجيب. كان أخواني من بلي من قضاعة، كان أول الاثنين أكثر طاعة لله عز وجل وأسرع الشقيقين إلى مراضي الرب سبحانه وتعالى. وخلف أخاه من بعده سنة، أما الأول فمات شهيدا في سبيل الله، والثاني مات على فراشه حتف أنفه. طلحة بن عبيد الله رأى هذين الأخوين في المنام، لكنه رأى أمرا عجبا. رأى أنهما أدخل برحمة الله إلى جنة الله، لكنه رأى أن الأخ الثاني أدخل الجنة قبل أخيه وكان في منزلة أسمى وأعلى. وهذا شيء عجاب بمقاييسنا نحن. من الذي يستحق أن يكون في الجنة أولا؟ الشهيد في سبيل الله. صحيح. الشهادة تكفر كل خطيئة إلى الدين. طيب من الذي يستحق أن يكون في الجنة مراتبها الأعلى والأسمى؟ أسرع الشقيقين إلى الطاعة والعمل الصالح. صحيح. إذن ها هنا إشكال، وإنما يزول الإشكال بالسؤال، فإنما شفاء العي السؤال. ذهب طلحة بن عبيد الله إلى رسول الله، قص عليه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أي حالهما تعجبون؟ أما عاش بعده سنة؟ الله. أما صام بعده رمضان؟ أما صلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا من السنة؟ قالوا بلى. قال: فوالذي نفسي بيده لما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. لأن الله من رحمته به خلفه بعد أخيه، فعاش حتى أدرك سنا يعني متقدما بذل فيه الطاعة والعمل الصالح. ولا يشترط أن يكون متقاعد عجوزا هرما. صحيح. كبيرا في سنه. صحيح. مثل غيري، وإنما ربما يبكر بالتقاعد يكون تقاعد مبكرا. أنت كم عمرك الحين؟ يعني ممكن تعطيني البطاقة الله يحفظك، أبغى أشوف. أنا تقول لي 60، ما شاء الله عليك، الشباب والنظرة في وجهك ما شاء الله. شكر الله لك. إيه. التقاعد مبكر الشيخ. إيه نعم. لكن التقاعد أيضا شيخنا، وأنت تتكلم عن التقاعد، هو تقاعد من ماذا؟ تقاعد من وظيفة، من الدنيا، من أمر الدنيا. لا، أمر دنيا ومن وظيفة معينة. صحيح. وظيفة يعني الآن بعض الناس قد يتقاعد من وظيفة التعليم ثم ينتقل إلى وظيفة أخرى، قد تكون في قطاع خاص، قد تكون في جمعية اجتماعية أو جمعية خيرية. هي مرحلة مثل مرحلة الدراسة. الطالب عندما يتخرج من الجامعة هو سيكون قد قضى 16 سنة أو 17 سنة، هو تقاعد من الدراسة ثم انتقل إلى الوظيفة، وهذا تقاعد من وظيفة وانتقل لعمل آخر. هذا المتقاعد عندما يخرج من هذه الوظيفة هو يتوج بتاج إنسان بذل سنين من عمره وقدم لهذا الوطن وقدم لهذا الدين وقدم للأجيال. هو الآن ترقى رتبة عالية كما يترقى العسكري الرتبة العالية، فأصبح الآن في دور أكبر، دور المستشار، دور صاحب الخبرة، دور صاحب القرارات التي تتميز بالحكمة. فنحن ينبغي أيضا أن ننظر للمتقاعد أنه انتقل إلى مرحلة عظيمة، وأنا أعتبرها الآن رتبة وشارة تقدم للشيخ عبداللطيف. كلام جميل، لكن يقولون بضدها تتميز الأشياء. إحنا عشان تكمل الصورة أيضا في أذهاننا وأذهان المشاهدين، هناك صور أيضا الحقيقة مؤسفة ومؤلمة لأشخاص اتخذوا هذا القرار، أو أن الفترة الزمنية المحددة لهم في وظيفتهم انتهت، لذلك أحيل إلى التقاعد. قد تكون حالة مبكرة ولا غير ذلك، لكن الشاهد أن هناك أشخاص دخلوا في هذا العالم فكانوا سبباً لإتعاس من في بيتهم. نعم. المتقاعد الحقيقة عندما نتحدث عنه نتحدث عنه في 3 دوائر: الدائرة الأولى مع نفسه هو، والدائرة الثانية مع أهل بيته، والدائرة الثالثة مع المحيط الخارج به. في الغالب تجد أن هذا الشخص مع نفسه في نوع من الحزن والاكتئاب، خاصة أن بعض الأشخاص تأتيه الإحالة وهو نائم، قد وصل لمرتبة خاصة يعني معينة في عمله وظيفته، فلا يصبح الصباح إلا وقد لبس بدلة أخرى غير التي كان اعتاد على لبسها. هذه لا شك قاتلة للإنسان، لكن ليس معنى هذا أني أدمر نفسي بسبب أني لم أستمر في عملي وأنا المرتبة التي بعدها ونحو ذلك. بالعكس، هذا قدر من الله عز وجل قد كتب علي قبل أن أوجد. الأمر الثاني، لماذا بعض الناس يكون سيفا مصلة في داخل المنزل؟ اعتاد أهل البيت على انشغال هذا الشخص بالوظيفة، فأصبح في داخل البيت يدقق على كل التفاصيل، لماذا المطبخ هكذا، ولماذا ورق الجدران هذا مخصوص، ولماذا الأبناء أصواتهم مرتفعة، ولماذا ولماذا ولماذا. بل انتقل للمحيط،
تجد بعض الأشخاص في أثناء عمله مأموم مميز في المسجد، وبمجرد أن يتقاعد يصبح عذابا على الإمام، فهو يلاحظ كل تأخر وكل إضاءة فيها عطل في 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 المسجد، ويدقق في كل الأشياء. ارحمونا أيها المتقاعدون، ارحمونا، نحن أناس يعني نريد منكم أيضا كلمة طيبة، نريد أن تكونوا جزءا مساهما في المسجد، تكونون عقولا أيضا نيرة، تساعدون هذا الإمام، تساعدون أهل الحي، تساعدون البلد الذي تنتمون إليه، المجتمع الذي أنتم فيه، بتقديم مقترحات جميلة ورائعة ومميزة. أما أن يكون هذا الإنسان لا يعرف إلا الانتقادات سواء على نفسه أو على مجتمعه أو غيره، بل رأيت بعض الناس يكون في عمله قمة في العطاء والمدح والثناء، فإذا ما تقاعد انقلب لسانه سيفا على العمل الذي كان فيه. لماذا لم يكن ذلك الكلام أيضا سابق؟ نعم نحن لا نؤيد لا هذا ولا هذا، لكن أقصد أن كلمة العدل ينبغي أن تكون موجودة عند هذا الشخص. إذن قضية الإحباط أيضا موجود في داخل المنزل بوجود هذا الشخص، ولهذا تجد بعض الأسر تقول ليته ما يتقاعد، خلونا كذا مشغول ثلثين النهار أو ثلثه أو نصفه، هذا الإنسان يبقى بهذه الحالة أفضل لنا. إن شاء الله بعد عنك. لا أنت يا شيخ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يفتقدوك الآن، يفتقدوك ابنك حقيقة. الشيخ عبد اللطيف وامثاله ممن جمع مع العمل الدعوي الله عز وجل لطيف. أيوة ما شاء هو إذا تقاعد ينتظره أبنائه. وحقيقة لماذا لا يكون المتقاعد، يعني إذا تقاعد يكون هناك احتفال في البيت، هم ينتظرونه، ينتظرون أشياء ربما لم يكن يستطيع يوفرها مع عمله. صحيح. فهو الآن يستطيع أن يوفرها بعد أن ترك هذا العمل. عجبني على كلامك في المساجد، أحد أئمة المساجد كان يعاني من هذه المشكلة، أن عنده عدد من المتقاعدين وأنهم كثير الانتقادات، فقرر أن يستثمر هؤلاء المتقاعدين، وهذا من ذكائه، فشكل لجنة لإصلاح ذات البين وحل النزاعات، وجعل هؤلاء الكبار، هؤلاء الكبار، فكانوا هؤلاء يذهبون بكبر سنهم وبجاههم وما يزالون خلف المتخاصمين حتى يصلحوا بينهم، إما رغبة وإما رحمة. صحيح. حقيقة يا أخي الكريم هنا ملحظ مهم جدا، وهو الأيام الأولى من حياة المتقاعد. ألفت الانتباه إلى أن يعني ينبغي لأهله والمحيطين به أن يحتملوا منه بعض الأشياء، زي يعني الخارج من السجن لا رجل كان له الأمر والنهي، وكان له دور في المجتمع، وكان له أثر في عمله، وكان بالذات إذا كان له يعني تسنم يعني سدة مناصب. لكن أنت قصدك أن عندك مقترح للأيام الأولى ولا أنا أقول بالذات الأيام الأولى. لا دقيقة دقيقة دقيقة، لأنه هذا الحقيقة هذه القضية خاصة لازم تصل للأسر. نعم. لكن إيصالها للأسر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجهز من الأسر ولا لا؟ نعم. أن معلومة ثرية ومن شخص أيضا يعني في 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 عمق الحدث. أيها الإخوة، نبتعد عن عمق الحدث قليلا لنعطيكم فاصل بسيط ثم نعود إليكم. تأكدوا بأن الشيخ عبد اللطيف يحمل معلومة مهمة وثرية، لا تبتعدوا، فالشيخ سيعطيكم شيء جميل ورائع بإذن الله. فاصل قصير ثم نعود إليكم. طافت أنسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون. يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريح، لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون، لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريح، لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير
يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان. طافة أنسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة في بيتنا متقاعد. نحن قطعنا معكم ونحن في عمق الحدث، عمق الحدث مع الشيخ عبد اللطيف. كنت تريد أن تحدثنا عن شيء شيخ في الأيام الأولى لخروج نعم. المتقاعد من وظيفته. المتقاعد في بداية أيامه فضل. عندما يخرج من عمله، وخصوصاً إذا كان صاحب منصب أو قيادة وبين يديه أناس يأتمرون بأمره، ثم فجأة وهكذا كأنه يعني لا ليس له عمل إلا أن يتحدث مع نفسه. في الحقيقة الأيام الأولى أيام عصيبة على الأسرة، ينبغي أن يحتملوا منه التغير في أخلاقه، التغير في سلوكياته، الشعور بالفراغ بعد العمل، شعور بعض المرات مؤلم. صحيح. الإنسان الذي كان له الأمر والنهي ثم يسلب منه هذا جميعا ويصبح كأنما هو على يعني قائمة ليست من أصحاب الاهتمامات العليا، ربما يعني يتأثر في قلبه ويتغير ذلك في سلوكه. صحيح. أذكر أحد الإخوة كان عسكريا وتقاعد، تقاعد مبكر، فكان سبحان الله إذا أراد أن يعاقب أحد أبنائه يعاقبه عقوبة عسكرية. طابور صباحي. لا والله تمرين الضغط. لا إله إلا الله. سيضغط تمرين الضغط هكذا حتى يجهد الإبن من التعب. والله وقفت على قصة آخر متقاعد آخر، يعني كان إذا غضب على زوجته يجعلها تقف بالساعات وعلى قدم واحدة. لا إله إلا الله. أي والله. وكانت مسكينة إذا تعبت أو أرهقت ونزلت الرجل كان يضاعف عليها العقوبة. فكنا نقول لها لماذا تصبرين على مثل هذا؟ تقول ماذا أفعل، لدي من 5 أبناء إذا خرجت من بين يديهم لم يجدوا من يرحمهم. صحيح. هذه النفس التي أنا أشعر بعض المرات روح انتقامية يريد أن ينتقم أو يشتفي لغيظه حتى من قرابته أو يفرغ ما في نفسه على أحبابه، لقضية ينبغي أن يتقي الله فيها وأن لا يظلم من حوله وأن لا يعاقب غيره بجنايته أو بجناية غيره عليه، وأيضا أن يصبروا عليه أن يحتملوا منه. هي عابر وسحابة صيف كأنك تقول يعني وستزول. احتووه. نعم. أنا عارف أنك ما شاء الله عليك عندك شيء. عندي شيء. أنا ذكرني الشيخ بقصة أحد الأشخاص كان موظف في شركة كبيرة وتقاعد، فقال للمدير رجاء أنا سآتي في بعض الأيام أو يوميا إلى مكتبي وأجلس عليه، لا تعطيني ولا معاملة، لكن دعوني أشعر بأنه ما انقطعت مباشرة. هذه ملمح مهم جدا، انه في الايام الاولى ايام فيها صعوبه، ولهذا نحن سندخل الان في يعني في بعض الاشياء التي نراها مناسبه. اذا كان عند الشيخ علي بعض التعليق ثم سندخل في مقترحات عمليه للشخص الذي سينوي التقاعد المبكر او الذي قرب يعني فتره تقاعده، كيف يستطيع هو ان يعيش حياه رتيبه جميله ورائعه كما يعيش الشيخ عبد اللطيف. ندخل في المقترحات. مقترحات. طيب مقترحات. فضل الشيخ. اقول ما اجمل ان يخطط الانسان لتقاعده. جميل. الآن الإنسان هو يعلم أنه بعد التقاعد سيكون عنده نوع فراغ. بعض الناس عنده من الذكاء أنه إذا بقي على تقاعد سنة أو سنتين بدأ بتأسيس مشروع تجاري بسيط. الهدف من هذا المشروع التجاري ليس الهدف الأول الربح، ربما يكون حالته المادية جيدة، لكن أن يقضي جزء من حياته وهو يمارس العمل وعنده تحت يديه موظفين، فلا يخرج مباشرة من عمل إلى انقطاع تام، ولذلك بعضهم يجعل هذا الشيء. البعض ربما يخطط أنه يقضي أول شهر بعد التقاعد قد يكون في سفر مع العائلة، لأن الرحلات أحياناً تكون لها يعني وضع يعني، ولذلك يخطط التقاعد أن يكون مع نهاية الفصل الدراسي مع هذه الإجازة. من خطط لتقاعده هو يستطيع أن يتخطى الصدمة الأولى، صدمة الفراغ من هذا العمل. وبعضهم يعني حقق نجاح، بل يقول لأحدهم أن والدي كان عندنا مشكلة كبرى في حياتنا مع والدي إلى أن قرر أن يفتح له محل للعطارة. كان البداية دوام ساعتين، ثم إذا بالوالد ينام مع العمال في السكن من طول الدوام. بالمناسبة في عالم التسويق عندهم قاعدة في التسويق يقولون انطلاق نمو نضج ثم سقوط. لذلك تشوف الشركات الكبيرة ماذا يفعلون، يأتون بمنتج، يبدأ هذا المنتج ينتشر ينمو،
يصبح ما شاء الله له صيت كبير عند الناس، ثم بدل ما يسقط أتم بمنتج آخر جديد. ولهذا تجد شركات خاصة الألبان نحو ذلك عندها 20-40-60 نوع، بسبب ماذا؟ عدم الوصول لمرحلة ماذا؟ السقوط. ولهذا لما يخطط الشخص، من الأشخاص ينبغي الإنسان أن يبحث عن شخص يعينه على عدم السقوط؟ ولهذا الأصدقاء بعد التقاعد عنصر مهم جدا في إعادة الحيوية للشخص. تذكرون رأينا مقطع لأشخاص ذهبوا إلى إحدى البلاد واشتروا مزرعة كبيرة، وكان لهم أكواخ أيضا في هذه المزرعة، وبدأوا يعيشون هناك حياتهم الطبيعية. ليس معنى هذا انتقال كلي، لأن هناك أسرة أيضا هو مسؤول عنها، لكن أقصد في بعض الأحيان يحتاج أن يجدد حياته. هي دعوة للشيخ أيضا يبحث له عن كوخ في أي مكان يا أخي، يبحث في يعني على الشاطئ، على بس يكون بجواره مطاعم شيخ، ها علشان لو ما حد طبخ لك أو شيء يصير فيها. جزاك الله خير. نعم. أنا أقول يا أخي الكريم، من الأفكار الجميلة والمهمة والمثمرة بإذن الله عز وجل الاشتراك في بعض المؤسسات الإغاثية والدعوية والخيرية. هذا الرجل الذي تقاعد لا شك أنه لديه خبرة كبيرة، صحيح، يعني بالدربة والممارسة لديه مخزون كبير جدا يمكن أن ينفع به المجتمع. الآن كثير من المؤسسات الإغاثية الدعوية الخيرية تشتكي من قلة من يعمل فيها. هذا ميدان كبير جدا من ميادين الخير والبذل، لا أقول على مستوى الإنسان، على مستوى الأمة بصفة عامة. أيضا هناك يعني بعض المتقاعدين يعني ربما قصر في حياته في الصلة، الصلة لجيرانه، الصلة لقرابته، لذوي رحمه، حتى في الجانب العبادي أحيانا فرصة كبيرة جدا. الآن فرغت يا أخي الكريم، كثير من الناس تقول قم الليل، قال ما أستطيع لدي غدا دوام، صم يوم الاثنين والخميس ما أستطيع لأني لدي دوام. الآن ليس لديك دوام، لديك تفرغ كامل لعبادة الله وطاعة الله عز وجل. والتقاعد يقول لك خذ من ممرك لمقرك، واستعد من دنياك لأخراك. وهذه محطة تزود، وهي نذارة من الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن لا يضيع عمره. فات من أعمارنا الكثير، ضاع من حياتنا والله الكثير والكثير. أنا لنا أن نتزود من طاعات ربنا عز وجل، لأن إنما خلقنا لهذا، نحن وجدنا لهذا. والتقاعد هو كما ذكر الشيخ علي في البداية، هو في الحقيقة يعني راحة من وظيفة، لكن ليس راحة من الوظيفة الكلية التي أنت من أجلها في الحياة الدنيا. التعبد لله، التزود من طاعة الله، الاستكثار من الأعمال الصالحات. يا أخي الكريم، كم من يعني متقاعدين الآن لهم في كل أيام ذهاب إلى مكة، يذهبون إلى المدينة، يأخذون عمرة، يحجون عن أنفسهم وعن أحبابهم الذين ماتوا. خاصة لو ذكر مثل قضية المجموعات والصحبة، يكون عندهم حتى أشياء ترفيهية، يعني ما المانع أن يكون عندهم اشتراك في نادي رياضي؟ الآن هم في هذا السن يحتاجون أن يكون لهم يعني اهتمام بأجسادهم. ما المانع أن يكون عندهم رحلات عبادية إلى مكة إلى المدينة؟ ما المانع أن يكون عندهم جلسات حتى في تذاكر العلم وهذه الأمور؟ فلا نغمل أيضا جانب أن الإنسان يحتاج أن يستجيب نفسه. والجانب الأكبر كما ذكرت، عندما يقترب الإنسان من هذه اللحظات، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها صلوات ربي وسلامه عليه، وهو قد علم أنه قد وصل إلى نهاية العمر وبدأت الإرهاصات، ختم القرآن مع جبريل مرتين صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عبادة، والله عز وجل عندما أنزل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكانت إذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمت دعوته، فأمره الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم واستعد لهذا الشيء. ولا يظن ظان الآن عندما نتكلم هذا أننا الآن نقول للمتقاعد أنك ستموت وابدأ سيأتيك ملك الموت في أي لحظة، لا، قد يموت الصغير قبل الكبير والشاب قبل المتقاعد، لكن نقول أنت الآن تبحث إلى رتبة أعلى وراحة في جنات لا هم فيها ولا نفسه. فيه ملمح مهم، يعني أحيانا حتى نخرج من أزمة الضيق وعدم وجود عمل يومي، في مسألة مهمة، وهي أن الإنسان في هناك هوايات أو أشياء يريد أن يتعلمها، فرصة الآن لوجود وقت. يعني بعض الأشخاص ودي يطبخ ويتعلم بعض الطبخات مثلا أو بعض الهوايات ونحو ذلك، ليكون هذا أيضا جزء من الحراك اليومي، الحياة اليومية، لكي يؤدي يعني عمل يجد ملء للفراغ الذي هو فيه. إذن حقيقة يعني مقترحات جميلة ورائعة، ونتمنى فعلا من كل شخص أن يحرص على الاهتمام بها وبناء نفسه مبكرا، بحيث أنه إذا وصل إلى مرحلة التقاعد لديه خبرة عالية، ليس فقط في العمل الذي هو فيه،
بل في جوانب أخرى تكون إن شاء الله إثراء له وللآخرين. إذن حياة المتقاعدين حياة جميلة ورائعة، هي انفكاك من رق القرن العشرين وهي رق الوظيفة إلى عالم آخر وجميل. أرجو أن نكون إن شاء الله قدمنا في هذه الحلقة أشياء مفيدة ورائعة لإخواننا وأحبائنا الذين ينوون التقاعد المبكر أو يكونون أيضا متقاعدين بعد يعني مرور الفترة التي عليهم. أنا أشكر لكم الحقيقة هذا الإثراء الجميل والرائع، وخاصة يعني من شخصين أوشك على يعني التقاعد المبكر في عملهما، كل في عمله الخاص وفي آخر في عملي. أما أنا فكما قلت لكم في أول حلقة لا أزال شابا لا أحتاج يعني، لكن سأستفيد من نصائحكم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات رجالا ونساء، تقاعدوا لا تتأخروا، ابدأوا حياة جديدة وجميلة ورائعة. دعوكم من انتظار حتى يصل الإنسان عمر الإنسان 60 سنة أو العمر الذي حدده العمل، اخرجوا إلى حياة جميلة ورحبة وواسعة. ابتعدوا عن الدوام الصباحي والتوقيع اليومي، وضع البصمة أصابعكم على جهاز البصمة، اخرجوا إلى عالم جميل فيه العطاء وفيه البذل وفيه التضحية وفيه كل ما تحتاجونه في هذه الحياة. لم أجد شخصا تقاعد تقاعدا مبكرا وندم على هذا، لكن المهم مثل ما تفضل المشايخ أن تخطط، أن تتكئ على شيء يكون بإذن الله تعالى سببا في الإعاشة المادية. وأخيرا تذكروا كما قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد، متى يرتاح العبد؟ قال إذا وضع قدمين في الجنة. لا راحة هنا، إنما الراحة في جنات عدن بإذن الله تعالى. جمعنا الله وإياكم أيها المتقاعدون في جنات عدن، وغير المتقاعدين أيضا. شكرا لكم على حسن استماعكم وإصغائكم لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وفي موضوع أيضا جديد في هذا البرنامج بيتك جنتك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طافة أنسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون، لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان. طافة أنسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون. جنتك البيت الصغير يغمره طيب السكون، حين دنا الوعد الكبير تشتاق حنايا العيون. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.